السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل ملاح بصحه مليحه، وانتم راكم تتبعوا في لا فيديو تاعي. هزوا الفيلا كنت تحدي ان شاء الله تيمي وكم بيان فيكم بون سونتي ان شاء الله. مرحبا بكم تاع مرشاني، مرحبا بكم خياتي كامل في لاشين تاعي. صحه فطوركم وصحه سحوركم. اليوم البنه جيتكم بالطويله تاعنا تاع النهار الخامس. واش درنا البنات؟ شوفوا الوصفات اللي درناهم هنا البنات. هذه بالنسبه للوصفه، درت فيها مغرف تاع دهان وزوج مغارف تاع الزيت. تقدروا تقولوا عليها بيشاميل، مي هي جاي تقيل عليها. درت عليها بون كونتيتي تاع بصل، يعني حبه صغيره قادره تقطعيها يعني تقطعيها مليح وتحطيها تقليها في داك الدهان في داك الزيت. نزلت عليها وحده ماجيكو، اذا ما تحبيش ماجيكو قادره ديريه معاها شويه ملح. وهذه هي البنات، قليت مليح هذاك البصل وهنا حتى تقلى مليح. ضفت عليه زوج مغارف كبار تاع الفارينه، جوج مغارف كبار تاع الفرينه. انا رايحه نقلي ديك الفرينه، نقليها مليح في داك يعني في هذاك الزبده وفي هذاك الزيت. وزدت عليها مغرف كبيره تاع لا مايزينا. هي هنايا بعد ما تقلاو لي مليح، رايحه نضيف انا هنا الحليب. الحليب البنات على حسب بنتي، واش يعني على حسب ما يتقلق، على حسب لا تيكستور تاع هذاك اللي يتقلق تاع هاد الخليط هذا. هنايا راح نديرها مليح حتى تتقالي. هنا زدت عليها حبه كحله بوافو نوار، ونبدا نضيف نبدا ندير في هاد في الحليب حتى تتقالي العجينه. العجينه هذه كروكيت تاعنا هادي هي. راني نمونطي فيها في الصباح باسكو هذه هي البنات. راح نبدا يعني كما قلت لكم غير بيشاميل، مي تخلو هذيك الاخر حتى تقلكم. كما حنا لا بيشاميل خلوها هكاك جاريه، مي نو حنا رايحين حتى راح نخلوها حنا تتقال. هنا البنات بعد ما تقالت لي انا واش درت؟ درت اون بون كونتيتي تاع البان. والله يا البنات هذو لي كروكيت يجو تري 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 بون، يعني ننصحكم تجربوهم. هنا انا باش رفقتهم رفقتهم بالصوص، يعني صوص تاع طون، يعني موس دو طون. هنايا البنات بعد ما درتها هي لا كونتيتي تاع الطون، عصرتها مليح من الزيت تاعها ودرتها وخليتها دو كوتي تبرد لي لو طون. اللي روحت انا خدمت المملحات وليت لها ليها هي. هذه هي هنا هي حطيتها في ريسيبيون وفركتها كاع بيان. دوك تشوفوا كيفاش درت لها باش تنشف لنا. ها هي وخليتها دو كوتي تبرد لي لو طون اللي كملت انا العجينه تاع مملحات. نقولوا العجينه تاع مملحات البنات، درت فيها كاس تاع ما دافي، مغرف سكر ومغرف تاع خميره، خلطتها بيان وخليت هاد لو لوفان يطلع لي. هاني غطيتها بالسيلوفان. هاي ليك البنات بعد ما طلعت لي واش درت هنايا. درت لها اول حاجه درت الملح، ودرت لها مغرف تاع لحظه، ودرت لها مغرف تاع لاموطارد. لاموطارد تاعها تمد واحد لوغو سيوها. ودرت لها شويه تاع خل باش يمد لنا ديك الهشاشه. وزدت لها هنايا بلون دوف صفر، خليتها دو كوتي باش من بعد نديكوري يعني نديرها بيها. وهنا البنات بديت ندير في الفرينه فرافاغين، بديت ندير انا خرجت لي فيها لا كوانتيتي، خرجت لي دو بول نورمالمون دو بول. هنايا راح نخدم بيدي ها هي البنات. هنا بعد ما كملت هالعجينه وهنا بعد ما كملتها خليتها دو كوتي تاني تطلع لي وتريح. ها هي الوغ. هنا بالنسبه لافارس البنات، الجود بالموجود، انا درت البصل قليته بيان، درت له شويه زيت كما راكم تشوفوا، من بعد درت له شويه بلوند بولي قليتهم بيان وزدت لهم شويه لي زيبيس. هذه هي بالنسبه لي زيبيس، درت غير فلفله كحله والملح سيتو. ها هما
هنا بعد ما قليتها زدت لها فرماج بورسيون هنا، درت لها شويه بطاطا وزروديه قل يعني، فغليتهم وكرازيتهم ودرتهم معاها. هنا درت شويه فلفله حمراء حاره والملح وشويه حبه كحله، هذه هي. وهنا درتها بالفرماج بورسيون، هي هنايا هي، وخليتها دو كوتي باش تبرد لي. يعني حشوه اقتصاديه وحشوه نورمال، ماشي ما فيها حتى اضافات. هذه هي البنات، نولي ولي كروكيت تاعنا. هما البنات بالنسبه لي كروكيت تاعنا، بعد ما ديروا لي، بعد ما بردوا لي هنايا، نبدا نشكل فيهم كويرات كما راكم تشوفوا. نبدا نشكل فيهم ونعمر، وزعما اذا حبيتي عمريهم بفخوماج، انا عمرتهم شويه يعني بفخوماج. هذه هي البنات، هنايا البنات بعد ما شكلتهم انايا، درت لهم فوتهم في الفرينه، وبعد فوتهم في البيض، بعد في لاشابلي، وقريت وقليتهم. راح لي مقطع منا. البنات رايحه نولي للاصوص تاع الطون. انا درت لها بلاك كريم فريش، يعني ما كانش بيدي تاع الكريم فريش باش تخدمي لاموس تاع لو طون. الو واش درت هنا البنات؟ انا هاد لاكريم فريش هادي ما طلعتليش صافي، لو كان من هذيك يعني من ماركه واحده اخرى. هنا زدت لها الاخر البيض رابي، درت لها رابي تحبه بيضه فايده رابيتها، وزدت عليها الطون ويسكي هي الاخر تاع الطون. هذه هي البنات، هنايا وريتكم المطلع تاعنا، تيمتوت تاعنا. هنا البنات نوليو للعجينه تاعنا تاع المملحات. هنا بعد ما طلعت لي راح نقسمها على الاخر، راح تشوفوا الاشكال اللي راح نشكلها بيهم. راح نقسمها هاي ليك هنايا، راح نشكلها انا، راح ندير ديك يعني ديك المملحات تاع الضفيره، راح نشوفوا كيفاش راحين يخرجوا. هاي البنات جبت سيم بول من هادوك لي بول اللي خدمتهم، وراح نشكلها على شكل كاري. ها هي هنايا راح نحلها، راح هنا نشكلها بالموس على شكل كاري. هنا بعد ما شكلتها كاري كما راكم تشوفوا، درتها بالموس، حليتها، شكلتها على كاريه. باسكو كما قلت لكم راني حابه نخدم ندير طفيرات بها، راح نشوفوا كيفاش راح ندير. الوغ هنايا حليت، درت 8 ب 8، الجهه ملي درت فيها 8 هكاك حليت، ومنها تاني درت فيها، درت منها 8 صافي. هنايا باش لافاخ صنعها هنايا، راني نقيس باش تجيني الطفيره تاعي يعني شكلا، يعني الشكل تاعها يبان، يعني كي طيب راح تنتحل ويبان الشكل تاعها. هنا دارت لي صح. المهم هنا شوفوا البنات، حليت هذوك التحاته نحيتهم، راح نشوفوا عليه، وراح نقلب هذيك باش لافاخ تاعنا ما تخرجش. هنا نبدا الطفيره البنات، كامل الطفيره كما تعرفوها، نبدا نحط جهه هذيك ومحدا جهه هذيك. نحط جهه بجهه باش تشكل الطفيره تاعنا، وجوية هادوك راح نبلعهم. ها هي راح نبلعهم نورمال. هذه هي البنات، درت لهم ها شوفوا كيفاش جات الطفيره. هنا راح كي طيب راح تنتحل هذيك الطفيره. هذه هي البنات، انا درت لها الصفر تاع البيض هذاك اللي بقى، زدت لها شويه تحليب، زدت شويه تحليب وراح ندهن به هذوك، ودرت لها شويه هذاك السانوج ودخلتهم يطيبوا. هذه هي البنات، نوليو لي فيغين تاعنا.
هادوما يعني بالنسبه لي فيغين. واش درت؟ حكمت هذيك لاموس تاع اللي درتها تاع الطون، حكمتها ودرت يعني حطيتها هي لاباس تاع هاد لي فيغين، ولي كروكيت تاعهم دو كوتي مليها. انا شويه غبلتني بس حطيتها في كونجيلاتور كيما قلت لكم، ما طلعتليش كيما حبيتها، بس لا مارك شويه تاع لا مارك تاع الاخر ماشي يعني ما طلعتليش. الوغ هنا البنات حكمت كيور دون ودرت فيه دوك لي كروكيت، هي غير الديكور جو مليح، جو شابين يعني. هذيك لاموس تغمسي ديك هذوك الحبات تغمسيهم في لاموس وتاكليهم. هذه هي، واو تحمر الوجه تانيك مليحه. هادو هما البنات بالنسبه لي فيغين، جايين بريزونطابل. انا راني نعمر في لاغو كيما قلت لكم، انا حطيتها في كونجيلاتور باش تحكم لي روحها، مي اون فين كونت ما حكمت ما والو. يعني لازم لكم انا جو بريفير حاضنه هذيك ديك اللي تاع الكرتون، هذيك هي زعما مليحه. مو هذه تاع هادو تاع القرح هادو ما طلعتليش، سورتو الوجه هادي ما طلعتليش. هاديك مليحه غير لي صوص. هادي هي بنات، انا بعد ما كملت درت تانيك تحليه تاع لي راها طوندونس، تحليه تاع قطايف مقليين راني درتها. عندما حطيت درك لا فيديو راني مونطي في هادي. هادوك بالنسبه لل دوك المملحات تاعي ندخلهم في الفوق. وهذه هي بالنسبه للتحليه، ما درتش عليها فيديو، يعني انا دايره عليها فيديو مفصل. تجي روعه، جات شابه وجاي بريزونطابل. شوفوا كيفاش تجي الطبقات تاعها يجوا بريزونطابل. حنا نحوسوا على حاجه اقتصاديه و اون ميم طون حاجه زوقه، حاجه مليحه. هنا البنات بعد ما خرجتهم لفوق، شوفوا كيفاش هذيك الطفيره، شوفوا كيفاش خرجوا بينو علامه. سورتو كي زدت لهم شويه زيت، يعني زيت الزمور زيت الزيتون، دهنتهم لها من الفوق. وهذه هي البنات، انا استفتهم في البلا تاعهم، راني نوجد في لاطابل هنايا. سي بون كان المومون تاع يعني كان الوقت. هذه هي جو، يعني تحطيهم وعينك كما يقولوا عينك. هذه هي البنات بالنسبه لاطابل تاعنا تاع نهار اليوم. وراهي سي بون، راه الوقت تاع الاذان. ما وريتكمش لي بلا برينسيبال، درنا البرانيه على درت لكم المملحات سيتو. هذه هي البنات كانت بالنسبه لفيديو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم. نقول لكم صحه فطوركم، الى فيديو تاع بعد ان شاء الله. تهلاو في روحكم، باي باي.